نسعد بأن تكونوا أصدقاء قدوم الإذاعة. دي في الناحية الشمالية الشرقية من المطار، نحن في جهة بري، يعني في أمطار لكن خفت شوية، بس الشوارع لسه يعني زي ما شايفين الشوارع لسه مليانة تراب، مليانة عموية. نحن هسه بنصور داخلين على كوبري القوات المسلحة، أمطار شديدة جدا، لكن الأمطار أظن خفت شوية هسه. شوف الأمطار بغاد العربات ماشية. عبد الله جمال عبد الرحمن عبد الواحد عبد الله سعاد محمد الحسن عبد الرحمن حسن بخير في غرق غرق شديد هنا، لأن الشارع طبعا فيه انحدار شديد، فيه انحدار زي ما شايفين عربات هنا تعبانة جدا، بالذات العربات الصغيرة دي. هناك في واحد صاحبنا وقع الظهر في حفرة داير يطلع عربيته. العربات الموية ماشية. هنخش على يدنا اليمين شوية، عشان لأنه هنا الحتة دي برضه غريبة شوية. ناس جايين في الموية دي. يا كل الباصات مو شديد. يا توتا وقعت في خطر، رغم انك بسيطة وما بتحتاج اللفة الطويلة دي، لكن انا بعمل حاجاتي كده. وبعدين احنا هنمشي برضو، العربات ماشية برضو. هاي تخشين الشارع، خشين الشارع كان اسطوب احمر داخلين بنصور. نحن خشين على شارع النيل الوقت ده، كوبري طبعا هنا كوبري، ومعظم العربات هنا تعطلت عشان المياه طبعا. طيب والحل؟